السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سي راي مقطع فورت بايت جديد. واليوم نشوف أماكن رابع 10 قطع من الفورت بايت عشان يصير المجموع 40 قطعة. وللي ما يعرف، نزلت في القناة أماكن 30 قطعة من قبل، في كل مقطع 10 قطع، واليوم نشوف الجزء الرابع ومعنا 10 قطع جديدة. الفورت بايت عبارة عن 100 قطعة، ولو جمعت 90 فراح تاخذ السكين المخفي الخاص بالسيزون التاسع. لا تنسوا اللايك على المقطع، ولو حبيت تدعمني تقدر تستخدم كود الايتم شوب سيو اس اي او. اخليكم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. الفورت بايت رقم 61، وعشان تاخذ القطعة هذه فلازم تستخدم سبراي او رشاش سان بيرد الموجود في التير 26 في الباتل باس. الفورت بايت رقم 70، وعشان تاخذ القطعة هذه فلازم تسوي شيئين. الأول إنك تستخدم لون النزول فايبرانت والموجود في التير 26 كمان، وثاني شيء إنك تمر من حلقات السماء اللي فوق ليزي، وكذا راح تاخذ قطعة الفورت بايت رقم 70. الفورت بايت رقم 51، تلاقي القطعة هذه في تلتد، وعشان تاخذها فلازم تستخدم رقصة الدجاجة والموجودة في التير 31 في الباتل باس. الفورت بايت رقم 89، هنا لازم نسوي شيئين كمان. الاول انك تستخدم المظلة اللي باللون الاسود والموجودة في التير 39 في الباتل باس، وثاني شيء انك تمر من المثلثات الموجودة قريب من ستومبي شورت.
Thank you.